The greatest propagator of disinformation in the history of the world is the US government. Are you familiar with McNamara, the Pentagon Papers? Are you familiar with George W. Bush and the weapons of mass destruction? You think the American people are so stupid they need you to tell them what the truth is? I don't trust government to figure out what the truth is. لو كانت الأمور تقاس بخواتيمها ونتائجها فمن الواضح أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة قد فشلت في إخفاء استراتيجياتها التي دونها حروب وضحايا ودمار وفتن اجتماعية وسياسية وأثمان اقتصادية وخير برهان على ذلك عدم تواني مسؤولين أمريكيين مثل السنة راند بول في سرد لوائح تضليل حكومات بلاده ووصفها بالمروج الأكبر للمعلومات المضللة في التاريخ على غرار لوائح خرجت بها وزاره الخارجيه الصينيه تحت عنوان الولايات المتحده امبراطوريه اكاذيب وذلك في اطار ردها على تقرير لوزاره الخارجيه الامريكيه اشار الى انفاق بكين مليارات الدولارات من اجل نشر معلومات مضلله على مستوى العالم الصين بحسب التقرير الامريكي تمول الدعايه والمعلومات المضلله والرقابه مع تعزيز الاخبار الايجابيه عن البلاد وقيادتها الشيوعيه بكين وصفت التقرير بانه مركز القياده لحرب الوعي معتبره انه نفسه ينطوي على معلومات مضلله معتبره ان واشنطن هي التي ابتكرت استغلال الفضاء العالمي للمعلومات وسريعا استذكر المتحدث باسم الخارجيه الصينيه عمليه الطائر الساخر حين جرت رشوه وسائل الاعلام والتلاعب بها لاغراض دعائيه خلال الحرب البارده كما استشهد بفبركات الخوذ البيض في سوريا من دون ان يغفل عن اتهام الاجهزه الامريكيه باختلاق الاكاذيب من اجل تشويه سياسه الصين في مقاطعه شينجيانغ حيث اقليه الايغور المسلمه بخلاف ذلك فإن عموم الأمريكيين ليسوا بمنأى عن تلك المعطيات فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب ونايت فاونديشن أن نصف الأمريكيين يعتقدون أن المؤسسات الإخبارية الوطنية تتعمد التضليل أو المغالطة أو إقناع الجمهور بتبني وجهة نظر معينة من خلال تقاريرها، كما أظهرت مستوىً منخفضًا من الثقة بوسائل الإعلام إلى حد اعتقاد الكثيرين أن هناك نية للخداع. أي ارتكاب الجرم عن سابق تصور وتصميم من خلال التضليل المتعمد